شفت الصورة اللي حضرتك أنقذت الطفلة من الموصل وكان ممكن أن تستشهد بذيك اللحظة. المقاتل حيدر البيضاني من الحشد الشعبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بسم الله. حياك الله. أهلا وسهلا بأبن العراق. أهلا وسهلا. وين بيتكم؟ أنا بالعمارة. بالعمارة. أهلا بيك. ابن العمارة وابن الموصل. إن شاء الله. أنت ابن العمارة وابن الموصل وابن الناصرية. انتصرنا بيك بعملك هذا. احنا انتصرنا بعملك هذا. قتلنا الطائفية. لو ما نقتل الطائفية حتى الناس تعرف ابن الناصرية ابن العمارة يركض ينقذ بنت الموصل الطفلة. انا اشكرك. الله سيدي وزيراني شرف لي أن ألتقي بك وأني يعني بيوم المعركة بساعة المعركة من حسبت أركض أنقذ الطفلة ما حسبتها بنت الموصل أو بت يعني بذيك المناطق وغيرها احتبت يعني حسبتها بنت العمارة. بنتك هاي؟ بنتي أكيد سيدي. نعم أكيد. إحنا لو ما نعمل كنا إذا بالجيش أو الداخلية أو الحشد أو البيشمركة والجهاز مكافحة الإرهاب عملنا كنا تحت خيمة العراق. خيمة العراق ولهذا انتصرنا. انتصرنا بأمثالك. صح المادة الأساسية للنصر هي دماء الشهداء والجرحى، ولكن الأبطال اللي بقوا صامدين واللي ضحوا بنفسهم في سبيل إنقاذ طفل من الموصل أو طفلة، فأنا كتبت على كتابك بهكذا رجال انتصرنا. والله هذا شرف لي وأنا والأهلي والمحافظتي بنفس الوقت. أمرت أن يكون تعيينك يكون بحمايتي الخاصة. قلت في حالة عدم تيسر التخصيص المالي يصرف راتبه منين؟ راتب الشخصي. من راتبي الشخصي. التخصيص المالي، درجة الوظيفية، كل شهر يجي اخذ راتبه منك. من راتب الوزير طلع ايش كثر راتبه تطوعي هذول يستاهلون. هذا بمثل هكذا رجال الوزير ضل قاعد على ميز ورا ميزه. سيدي هذا قليل اللي جاي نسوي. الله شاهد. فانا اريد تقولون انه هذا هو ابن العراق. ابن الموصل والكوت من العراق وابن الناصرية. ابن الناصرية طلعت وابنية صادقة وأسوي اللي عليه أؤدي اللي عليه. أنا أشكرك. الله سيد على رأسك وممنون لك. وهذا عزيز اليوم نكون أنا وياك أصدقاء. والله شرف. إذا تقبل. شرف. ما تقبل على رأسي. أنا رايدك مشتري. على رأسي. على رأسي والله سيد. وعين الغطاء وعين الفراش. لا كفو منك سيد. فالحمد لله والشكر يعني قدرت أسوي هذا ولو هو شيء قليل اللي أنا سويته. من قتل الطفلة ما فكرت هي بنت الموصل أو هي بنت بغداد أو هي بنت الجنوب، هي بنت العراق. المقاتل حيدر عبد الرضا البيضاني مقاتل بالحشد الشعبي من محافظة ميسان.